أو ما شاب، مع أن احنا نعاني، تفجر مراكزنا، بيوتنا، شبابنا، مساجدنا وإلى آخره، وإحنا إلى الآن ما فجرنا مكان ثاني. فالمقاومة بذاك اللحاظ أصلا ما موجودة في البحرين، أما المقاومة ضد الطغيان الموجود، ضد الاستبداد الموجود، ضد العصابة المتحكمة، فهذا موجود، وهذا اللي وصلنا اليوم إلى أن نجي أطراف أخرى أو السلطة تلتجئ إلى أطراف أخرى علشان الحل. فمثل ما كانت المقاومة في لبنان هي اللي حفظت حزب الله، ومثل ما كانت المقاومة في العراق وفي سوريا وفي شو اسمه، المقاومة في البحرين أيضا هي اللي وصلتنا إلى هني، وهي اللي حفظت هذا الحراك، وهي التي يعني إذا في نتائج راح نحصل عليها هو ببركة هذه المقاومة اللي احنا مدينين إليها حقا. يعني هذا الشباب اللي 3 سنوات على الأقل 10 مسيرات ليلية يطلع وهو يواجه بالرصاص ويواجه بالشوزن ويواجه بالغازات القاتلة ويواجه بالاعتقال وكل شيء، هو اللي وصلنا إلى هذا. وإذا نستمر فيه نوصل أكثر. احنا مشكلتنا مع آل خليفة، يعني كنا نتمنى يزال آل خليفة، لكن آل خليفة لما هم يكونون ما يجون إلينا بطريق مباشر، ماذا يريدون؟ أن يعطوا شعب البحرين. آل خليفة لا يريدون أن يعطون شيء، هذا بكل صراحة أقوله. وإحنا من بداية المفاوضات كنا مع الجمعية وقلنا إليهم ما يحتاج ندخل حوار، إذا آل خليفة عندهم عرض إلى الشعب خلي يقدمونه إلى الشعب، إذا الناس قبلوا بهذا العرض أهلا وسهلا. أما إحنا ندخل وياهم حوار نتفاوض على وش؟ على نتنازل؟ يعني الأخوة يقولون حتى في الوفاق، حتى سماحة الشيخ علي سلمان يقول هذه وثيقة المنامة الحد الأدنى. أنا ما أقول سألت واحد ثاني، أنا شيخنا هذه الحد الأدنى هل ممكن التنازل فيها أو لا؟ قال إحنا ما نريد نتنازل عنها، بس لما نجي ونشوف أحد الشروط اللي اليوم تطرح أن رئيس أقل شيء الأخوة يطالبوا رئيس الوزراء ينشأ، رئيس الوزراء العائلة ما تريد تكسر كبرياءها وتتنازل عنه، شنو بقى؟ نتفاوض على شنو؟ هذا الحل اللي يذكره السيد ان احنا مرحليا نحن نصبر، شعب البحرين صابر هالسنوات كلها من مجيء آل خليفة وإلى اليوم، كل 10 سنوات في ثورة والشعب صابر وطالب أقل القليل. حتى في هذه الثورة يمكن البعض يختلف وياي، حتى في هذه الثورة كانت المطالب أقل من الإسقاط، لين صار يوم الخميس، يوم اللي هجموا على الدوار تغير الشعب، صحيح والله لا؟ زين احنا يوم اللي وصلنا الى هني 3 سنوات والى الان آل خليفة ما يريدوا يتنازلوا. طبعا في وراهم آل سعود ايضا ما يريدوا حل في المنطقة، ما يريدوا حل في البحرين، لا تنتقل المشكلة اليهم. انا اقول الاخوة يعني احنا في التصوير قد يكون في التصوير ان المطالبين بالاسقاط هم جماعة قليلة، فئة قليلة في البحرين. الواقع أن الذين يطالبون بالإسقاط هم الأكثرية، لكن لأن السلطة ما تريدهم، والإعلام اللي يروج عالميا ما يريد هالشعار، فهذا يسكت عنه ويبرز شعار آخر. إذا هذا الإصلاح راح يوصلنا إلى أن الشعب هو صاحب، يوصلنا إلى أن يكون الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات جميعا، فاحنا نأيد هذا. أما إذا يوصلنا من جديد إلى آل خليفة من جديد هم الذين يتحكمون في مفاصل الدولة ويبقون على رأسنا غصبا عنا، فهذا ما لا نريد. نشكر كل الوسطاء ونشكر كل اللي يتجشمون عنا وغيره، بس أقل من أن يكون الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، يعين النظام اللي يريده،
آل خليفة أو غير آل خليفة، اللي تنتخب الناس يجي. أقل من هذا ما نقبل، أقل من هذا ما نقبل، حتى لو هذه استمرت الثورة عشرات السنوات، ونحن لا نرى أنها ستستمر كثيرا، وانتصار شعب البحرين قريب إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله كما نفرح هالأيام بذكرى 35 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، سنفرح أيضا بانتصار ثورة 14 فبراير في البحرين. شكرا.